اللي بيجي العوامة دي ما بيقدرش ينساها أبدا. هو الحقيقة اللي يقرب منك وتبقى المسافة بينه وبينك زي المسافة اللي بيننا دلوقتي ما ينسكيش أبدا. مش كده وبس، بيتمنى انه يغرق ومحدش ينقذه ولا يسأل فيه. لا انت عموما لسه على بر يا دكتور، يعني لو عايز تنزل انت حر، انت الجاني على نفسك. اتفضل يا دكتور. شكرا. قهوتك الفولكلوري. متشكر جدا، منورنا يا دكتور. اعتبر العوامه عوامتك، انا مسميها عوامه الحريه والديمقراطيه. يا سلام. عن اذنكم بقى اروح لناجي، شكله كده هيدبسني في مشروع ب 2 مليون دولار وربنا يستر. اتفضل. نعم. بص هناك هتلاقي سهام بتتخانق مع سراج، مفيش اي مشكله، ده طقس من طقوس العوامه. ما تقلقش. اسمعني، انا مش قادره افهم كان لزومه ايه الكلام اللي قلته قدام دكتور يوسف. انا اقول اللي انا عايزه وقت ما انا عايزه. مفيش فايده فيك يا سراج، عمرك ما هتتغير. انا برضو اللي مش هتغير سهام. انا من رايي تروحي تبصي في مرايه عشان تشوفي التكشيره اللي انت لطعها على وشك طول الوقت دي. الحقيقه انا مستغرب جدا، واضح ان الدكتور سراج دايما بيزعل مدام سهام، مع انه واضح انها شخصيه لطيفه ورقيقه. لا يعني دي خناقات قديمه متعودين عليها، اصل يعني سهام مش قادره تتجاوب مع الحياه. اصل سراج يعني تعرف الدكتور تجميل، فبيروح له ستات كتيره قوي عشان العمليات والحاجات دي. تمام. الحقيقة يعني سراج بيضعف. فيعني مفيش مانع بيبصبص شوية. سهام بقى مش عاوزة تكبر دماغها، يعني مش قادرة تتعامل. يعني لازم تفهم انه الراجل ده بيبقى زي الطفل عايز مدادية. طب احنا جينا لمربط الفرس بقى. انت بتعرفي الدادي؟ ايه ده يا دكتور، ده احنا يعني يا دوبك لسه عارفين بعض، يعني مش معقول ندخل في حوار كده. بسيطة، نعرف بعض. يا ريت ينفع. انت عارف انا عندي مشاكل كتيره واولها انت عارفها. قصدك رامي مش كده؟ رامي وانا ومستقبلي والشغل. سيبك من الناس اللي حواليا والشهره، ساعة الجد ما بتلاقيش حد، بتلاقي هوا بيسفر حواليك من كل ناحيه. اوعى تقولي انك انت عاوز تدخل حياتي، لاني هقولك لا. سهام فك التكشيره بقى، بلاش عشان خاطري، عشان خاطر الناس شكلنا يبقى وحش قوي. مش وقت حريه مراه وحقوق انسان دلوقت. وعموما يا ستي انا اسف. الراجل اللي اسمه الدكتور يوسف ده باين عليه ايمان في ليالي الف ليله وليله، مع انه ما قراش غير ليله واحده بس. طبعا مش عاجبك كلامي، بس انا من رايي بقى بما ان هي صاحبتك انصحيها. الراجل شكله هياخد الموضوع جد، وده هيسبب لها مشاكل كتير. انا خايف على مصلحتها. اعتقد ليالي عارفه مصلحتها كويس قوي، وهي مش صغيره، وكمان دكتور يوسف عارف هو بيعمل ايه كويس. بتهيألي خليك في نفسك احسن يا سراج. انت مالك كده مش بلعلي ولا كلمه؟ هو احنا كل خروجه نخرجها مع بعض لازم تنكدي على نفسك وعليا؟ اوف. ما تيجي نكون صراحة مع بعض ونعترف بفشلنا ونعلن خبر وفاة جوازنا وننزل نعي في الجورنان ونعمل صوان على الضيق. أنا ما بهزرش. وأنا كمان زهقت. أنتِ بتعلني إعلانات ضخمة، ما تشتت جرايد هي ولا إيه؟ نعلن خبر وفاة جوازنا. يا سلام. بقول لك يا سهام، أنتِ ست شكاكة وأنا راضي بيكي كده، ودي ضريبة مهنتي. زبايني كلها ستات. والأمورة الجديدة اللي اسمها بهيرة،
بتشد لها وشها ولا بتشفط لها الدهون وهي لسه ما كملتش 25 سنة؟ لا برسم لها تاتو. انت بتهزر كمان؟ انت عارفة انت بقيتي عاملة زي ايه يا سهام؟ زي الزوجات اللي بيرسموها رسامين الكاريكاتير، مكشرة وماسكة لجوزها في ايدها اليمين سطور وفي ايدها الشمال اكياس نايلون. وانت يا سراج عارف شبه ايه؟ شبه بلياتشو السيرك اللي بيلون وشه بالوان جميلة علشان يوهم الناس ان ربنا خلقه جميل كده، مع ان الناس عارفة وبتضحك عليه وعارفة ان الالوان الجميلة دي عبارة عن بويا. very funny. خلاص انتهيتي من الفصل الكوميدي؟ انا من رأيي بقى تقفلي قناة الكوميديا ونرجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه. انا مش هكرر كلامي اللي قلتهولك من ساعتين ثلاثة، واللي انت عايز تفهميه فهميه. صح صح يا سراج، انا لازم افهم حتى لو الأمورة دي مشيت هيجي غيرها امامير كتير زي الامامير اللي جم ومشوا قبل كده. بقولك ايه يا دكتور، ما تخرجني انا من الطابور بتاع الامامير ده وتخلص مني احسن. مينفعش يا سهام، لانك مراتي، ما انتش واحده من اللي واقفين في طابور الاوهام اللي في دماغك ده. بالعكس، ده انا الوهم الوحيد اللي في حياتك يا سراج، والباقيين هم الحقيقه. انا راجل عاقل، مش هناقش معاكي جوازنا بعد 5 سنين. بالعكس، احنا لازم نناقشه دلوقتي بدل ما يضيع من عمرنا 5 سنين تانيين. ممكن من فضلك نطفي النور؟ انا عندي عمليه مهمه قوي الساعه 9 الصبح ولازم انام حالا. ولا اقول لك حاجه؟ خلي النور والع عشان تقعدي تستمتعي بالكآبه والفشل اللي انت فيه.